انا بدل ما احنا ما هنعمل الميزانيه بالمنظر ده كده، انا هعمل الميزانيه كل 40 متر. فبقى المسافه دي كده 40 متر، والمسافه دي كده 5 متر. هي اللي بتتكتب كده بالظبط. يعني هي الفكره ان مش لازم الطول هنا يبقى قد هنا. الحاجه الثانيه ان لازم المسافات دي تكون متساويه. فانا لما اقول لك 50 يبقى معناها اللي جنبها دي 50 واللي بعدها دي 50، ولما اقول لك 40 يبقى معناها اللي بعدها دي 40 ودي 40. طيب ايه السر بقى في كده يا باشمهندس؟ ان احنا هنشغل جهاز الميزان عشان نقيس مناسيب الارض اللي موجوده قدامنا دي. طب هو الميزان بيشتغل ازاي؟ مش هيلزم الميزان بنش مارك؟ يعني ادي كده الميزان اهو، وادي هنا في حته اسمها بنش مارك او روبير. الروبير ده انا عارف منسوبه من 10 متر، وهنا جيت حطيت السطح عام. مش فكره الميزان ان منسوب الروبير زائد الار هيديني الكولومنيشن هايت او الانسترومنت هايت. يعني تقدر تقول ان الاي اتش هتساوي ار زائد اتش، حيث اتش منسوب النقطه. طب يا باشمهندس الاي اتش دي المفروض انها تكون ثابته، لكن الار والاتش متغيرين. فنقدر نقول ان الاتش 1 هتساوي الاي اتش ناقص الار 1، والاتش 2 هتساوي الاي اتش ناقص الار 2، وهكذا بالنسبه لنفس المثال. انا هنا بالنسبه لي دي ميزانيه شبكيه، بيقول لي ان هو مديني هنا نقطه منسوبها 10 متر. ده منسوب النقطه، او منسوبها 2 متر زي ما يكون. وبعدين قال لك ان القرايه عندها كانت 1.2، يبقى اذا منسوب سطح الميزان عباره عن كام؟ 11.2. 11.2 المفروض تطرحه من القرايه اللي هنا والقرايه اللي هنا والقرايه اللي هنا والقرايه اللي هنا عند كل القرايات، تبقى كده تجيب المناسيب. يعني اصلا المساله دي في البدايه بتبقى مساله ميزانيه، وبعدين بدخل منها على مساله الشبكيه. هو اداني يا باشمهندسين المنسوب على طول. الارض دي فتره كونتوريه 4، يبقى اول خط كونتور هيبقى كام؟ 0 وبعدين 4 وبعدين 8 وهكذا. بس اكتشف ان خط الكونتور 0 ما ينفعش. ليه؟ لان اقل منسوب جاي اعلى من الصفر، يبقى ينفع نرسم خط الكونتور 0؟ ارسم 4. طب انا طالب الفتره الكونتوريه كل 10 متر، يبقى 0 10 20 30 40. يبقى اول خط كونتور ارسم خط الكونتور 10، وارسم خط الكونتور 20، وارسم خط الكونتور 25. ممكن يكون هو طالب خط كونتور معين، طالب خط كونتور 16 مثلا، او اي خط كونتور غريب. هو قال لو قال ارسم لفتره كونتوريه كل 10 متر، يبقى هشوف اوطى نقطه موجوده في الارض قد ايه، وابدا منها بمضاعفات الرقم اللي هو ايه؟ ايوه. يعني لو قال لي ارسم خط الكونتور كل نص متر، اول خط هبدا بيه يكون كام؟ هيكون الاثنين ونص، وبعدين الثلاثه، وبعدين الاربعه. بدات بالاثنين ونص، ما بداتش بالواحد، ما بداتش بالاثنين لان مش موجودين. اول حاجه هبداها الاثنين ونص، ده لو قال لي فتره كونتوريه نص متر. لو قال لي فتره كونتوريه كل واحد هبدا بالثلاثه. لو قال لي فتره كونتوريه خمسه هبدا بالخمسه. ليه؟ لان اقل رقم هنا 2. ماشي يا شباب؟ ماشي. فهم دول خطوط الكونتور اللي موجودين بناء على الفتره الكونتوريه اللي هو طالبها.
ابدا بخطط كونتور 10. اعدي يا باشمهندس ايه؟ اول حاجه الرسمه بترسم وات سكيل ماشي؟ ايا كان بقى السكيل اللي مطلوب حط شويه مربعات هتعرف ترسم. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه ان انا عايز خط الكونتور 10، ببدا ان انا اعمل سيرش عليه وللتسهيل على نفسي انا بمشي راسي راسي وبعدين افقي افقي او العكس. يعني انا همشي كده افقي بين ال 20 وال 22 ابقى سريع البديهه شويه، مفيش نقطه هنا منسوبها 10 في الحته دي ولا في الحته دي ولا في الحته دي. اديك خلصت السطر ده، انزل على السطر اللي بعده، ده وبعدين ده وبعدين ده، برضه هنا مفيش نقطه منسوبها 10. تعالى هنا بين ال 15 وال 2 لا في نقطه منسوبها 10. طب ازاي تجيبها؟ بالانتربوليشن. هات لي كده المسطره بتاعتك وقيس لي المسافه دي قد ايه؟ لقيت ان المسافه دي يا باشمهندسين عباره عن ايه؟ طب والنقطه دي يا باشمهندس اللي منسوبها 10 تبعد مسافه قد ايه؟ تبعد مسافه اكس. في طريقه جرافيكال موجوده في الكتاب بس احنا مش مستاهله ان احنا نحل بيها. هنحل بالطريقه الاناليتيك. انا عايز احسب قيمه اكس دي قد ايه؟ قال لك يا باشمهندس اكس بتساوي ال ان في فرق الارتفاع او المنسوب المطلوب ناقص الصغير على الكبير ناقص الصغير. باشمهندسين ده مش قانون يعني محدش يكتبه، ده الانتربوليشن اللي حضرتك تعرفها من قبل ما تدخل الكليه. يعني ايه يا باشمهندسين؟ انا بقول لك ان فرق المنسوب اللي هو الكبير ناقص الصغير اللي هو 15 ناقص 2 بتنظره مسافه ايه؟ طب انت عايز منسوب ال 10 صح؟ يعني ال 10 ناقص 2 هتنظره مسافه اكس، إيه؟ انا خدت طرفين في وسطين وعملتها قانون. لكن ده انتربوليشن عادي طرفين في وسطين. عملناها بالانتربوليشن وحسبنا قيمه الاكس يا باشمهندس، الكلام ده حطه في مسوده. وبعد اذنكم مش عايز اي دايمنشن على الرسمه بتاعتي، انا عايز فعلا بالمسطره. النقطه اللي انا رسمتها دي منسوبها كام؟ منسوبها 10. ما سيبهاش. اكمل يا باشمهندس. بين ال 2 وال 12 في نقطه منسوبها 10. بين ال 12 سيبها طبعا مش حطها في ايدك. نفس القانون ده تعوض فيه الله الناتج. وبعد كده يا باشمهندس الحمد لله ما طلعش فيه الا النقطتين دول، ده بالنسبه للخطوط الافقيه. امسك بقى الخطوط الراسيه كمان يا باشمهندس، هات لي الخط ده، لا ما فيش هنا، هنا في الخط ده، لا الخط ده فيه، هيبقى هنا فيه نقطه منسوبها 10 وهيبقى هنا فيه كمان نقطه منسوبها 10. تجيبها ازاي بالحسابات؟ خلي بالك ان ال في الاتجاه ده غير ال في الاتجاه ده. الطول كده غير الطول كده. ماشي يا شباب؟ طب وبعد كده قبل ما ندخل على خط الكونتور اللي عليه الدور اللي هو ال 20 نقوم احنا بادئين نرسم او نوصل خطوط الكونتور دي ببعضيها. فحضرتك توصل دي بدي بدي، هل اوصلهم بالمسطره كده بخط مستقيم؟ لا، ابقى مش مذاكر النظر. من خطوط الكونتور انها خطوط منحنيه يبقى حضرتك هتوصلها بايدك. تيجي كده تروح ترسم كده. ممكن الخط اللي انت رسمه يتعوج عن الخط اللي انا رسمه شويه، لكن النقطه دي عندي وعندك زي بعض، والنقطه دي زي والنقطه دي والنقطه دي اللي احنا حاسبينها كده مش صح، لازم تكتب عليه كده 10. تمام. نعيد تاني، انا عايز خط الكونتور اللي اسمه 20، هدور في الخط ده كده على نقطه منسوبه 20 الاقي ان النقطه دي منسوبه 20، وادور في الخط ده كده على نقطة منسوبة 20، وادور في الخط ده كده على نقطة منسوبة 20، هنا في نقطة منسوبة 20 بين ال 18 وال 26، ما تسيبش ولا واحد. ماشي يا شباب؟ طب نمسك الرأسي بقى، ندور في الخط ده كده على نقطة منسوبة 20، اهي نقطة منسوبة 20، وفي الخط ده كده على نقطة منسوبة 20، ادي نقطة منسوبة 20، وهنا المفروض هيبقى في نقطة منسوبة 20. ماشي يا شباب؟ وادور في الخط ده كده على نقطة منسوبة 20، وادور في الخط ده برضك على نقطة منسوبة 20. ماشي يا شباب؟ يبقى أنا كده قعدت مسكتهم أفقي أفقي وبعدين رأسي رأسي عشان أجيب النقط اللي منسوبة 20. وبعدين أبدأ أجي أفكر إزاي أوصل. النقطة دي تعدي للنقطة دي؟ بس ما دام دول اتنين ايدج ماشي، لكن هو حد يرسم لي خط كونتور كده في النص. يبقى ده كده خط الكونتور 20. طب النقطة دي تعدي للنقطة دي؟ لا ما تعديش، ما
مفيش حاجه تعدي خلاص. يبقى نبدا كده يا باشمهندس اهو ده خط ال 120. طب يا باشمهندس النقطه دي ما تعديش للنقطه دي، هو مين هيعديها؟ هتدخل ازاي على الخط ده؟ فاهمين يا شباب؟ يعني انا دلوقتي عندي النقطه دي منسوبه 20، النقطه دي منسوبه 20، هتنفضل في الخط ده من غير ما يبقى في نقطه منسوبه 20. انا دلوقتي عندي النقطه دي منسوبها 20 ودي منسوبها 20، ما تعديش من هنا لهنا، هتخبط في الخط ده ان انت متاكد ان مش عليه ولا نقطه منسوبها 20. يبقى هو الخط وقف هنا، وفضلت خابط في انت خلاص ما تفكرش، هي كده حلو. طب الخط ده والخط ده اهو، ما دمت بخبط في انش، ما دمت بخبط في حدود الارض او بعمل حاجه مقفوله، يبقى ده كده كويس، ده كده خط الكونتور 20. معايا يا باشمهندسين؟ طب خط الكونتور 25، مفيش نقطه هنا منسوبها اعلى من 25 الا النقطه دي ودي، هو ده كده خط الكونتور 25 بس كده. مفهوم يا شباب؟ يبقى كل اللي فيها ان انا بعمل بحث على النقط ذات المنسوب المعين. طب انا على فكره يا باشمهندسين في اسلوبين في المساله دي، يا اقول لك ارسم خط الكونتور 16 يا اقوم قايل لك ارسم لي بفتره كونتوريه 5 متر او 10 متر زي ما يعجبني. ممكن اكون طالب في المساله ارسم خط الكونتور 10 و20 و25، هو مزاجي كده عايز دول بس. طيب بعد ما بنخلص كده المساله كده اتحلت يا باشمهندس. ساعات بقى بيقول لي انا قررت ان انا اساوي الارض دي على منسوب 15 متر. تقوم انت قايل له احنا هنرسم رسمه جديده، نعيد الرسمه دي بقى تاني ونمسح بقى من عليها الحل اللي احنا حليناه ده. طالب مني ايه؟ طالب مني ان ارسم خط الكونتور 15 متر يا باشمهندسين. ده كده خط الكونتور 15 متر. طلبوا كده. وقال لك سوي لي الارض دي على منسوب 15 متر. لو ال 15 دي اعلى من اعلى منسوب هتبقى كل الارض دي رد. لو ال 15 دي اقل من اقل منسوب هتبقى الارض دي كلها ايه؟ حفر. انما القصه دلوقتي ان ال 15 رقم فيه ارقام اعلى منه وفي ارقام اقل منه. عايز تقول ايه؟ عايز تقول ان النقطه ايه؟ تقول ايه؟ خط لون. خط دي وفين تاني؟ 18 14 انا واحده هنا يعني؟ بين ال 14 و 13 اه يعني النقطه دي تقصد تقول ان النقطه دي كده منسوبها كام؟ زيها فوق 15 ودي منسوبها 15 وفي 14 13 الافق وبين 14 18 مفيش يا عم هما دي الافق 14 على الافق ايه؟ النقطه دي كده كمان يبقى في خط كونتور كمان اهو ده. ماشي يا شباب؟ نقصد نقول يا باشمهندسين الارض دي ممكن يبقى فيها جزء حفر وجزء رد. طب يا باشمهندسين نبدا ان احنا نعلم الحفر نفرقه عن الرد. هقول يا باشمهندس ان النقطه دي منسوبها اقل من 12 يبقى الحته دي كده رد. انا 10 الردمه بس. هقول يا باشمهندسين الحته دي منسوبها اقل من 15 يبقى الحته دي كده كمان رد. طب وبقيه الارض يا شباب؟ بقيه الارض حفر. طب ايه القانون بتاع الفوليوم؟ الفوليوم بيقول المساحه في متوسط الارتفاع بيساوي الحجم. المساحه بتاعت الارض دي اضربها في متوسط الارتفاع بيديني الحجم. تمام كده يا باشمهندسين؟ تمام. لو خدت ارتفاع واحد يبقى اضربه في المساحه، لو ارتفاعين اقسمهم على الاثنين واضربهم في المساحه. أول حاجة يا باشمهندسين أنا عايز أطلع أعمق الحفر عن أعمق الرد. أعمل إيه؟ عايز
كده كلها واكتب منسوب التسويق او الارتفاع بتاع التسويق، الاقي ان الارتفاع هنا سالب 3. اتفقنا مع بعض ان الردم هياخد اشاره سالب والحفر ياخد صفر او العكس. والاقي يا باشمهندس ان ده ياخد سالب 1 وده صفر وده صفر وده صفر. على فكره الخط ده له تعريف اسمه زيرو كات زيرو فيت. زيرو كات زيرو فيت، صفر حفر صفر ردم. اي حته عليه كده لا بتتحفر ولا بتتردم. انما هنا دي هتتردم ودي هتتردم، لكن دي لا هتتحفر ولا تتردم، ودي ولا هتتحفر ولا تتردم، ودي ولا هتتحفر ولا تتردم. نعيد تاني يا باشمهندس، مش دي على الخط تبقى صفر، ودي على الخط تبقى صفر، ودي على الخط تبقى صفر، ودي تبقى سالب 13 ودي سالب 3. هنا يا باشمهندس دي هتبقى موجب 3 ودي هتبقى موجب 7 ودي هتبقى موجب 4. ماشي يا شباب؟ مش ماشي ليه؟ طب استنى يا باشمهندس، انا عايز ثانية واحدة، تعالى نتكلم بالنقطة مالناش دعوة، انا عايز اساوي الارض دي على منسوب 15، هجيب المنسوب واطرحه من 15، اتفقنا؟ منسوب النقطة دي كام؟ 22، وانت عايز تساويها على 15، يبقى ده معناها ايه؟ هتحفر فيها قد ايه؟ 7 متر. جت منين 7 متر؟ 22 ناقص 15 تديني 7. طب الحته دي منسوبها 20 وعايز اسويها على 15، يبقى 20 ناقص 15 تديني كام؟ 5. يبقى كل اللي انا بطلبه منك حضرتك بتقعد عشان تحفر الارض دي 7 متر وتحفر الارض دي 5 متر، صح؟ طب وهنا هتحفر قد ايه؟ صفر. طب اشمعنى دي صفر؟ اصلها جايه على خط الكونتور 15. ما هو خط الكونتور 15 كل نقطة عليه منسوبها 15، يبقى تطرح 15 ناقص 15 بصفر، فبقى الخط ده اسمه زيرو كات زيرو فيل زيرو حفر زيرو رد. تمام. طب الحتة دي يا باشمهندس 12 تتحفر ولا تتردم؟ هنا كانت 20 فلازم احفر منها 5 متر، انما هنا 12 فهردم عليها 3 متر. معايا يا باشمهندس؟ دي الحسبة بتاعتك. يعني انا بحسب الارتفاع اللي انا عايز اجيبه عشان اوصل للمنسوب اللي انت عايزه. هنا برضك نفس القصه، دي 14 عايزها تبقى 15. باختصار شديد احنا بنجيب المنسوب ونطرحه من المنسوب المطلوب، لو الناتج طلع بوزيتيف يبقى حفر، لو الناتج نيجاتيف يبقى فيل. وهي باينه الكت من الفيل يا باشمهندسين. شوف هنا المناسيب اللي موجوده جوه خط الكونتور دي اقل منها ولا لا؟ وهنا نفس القصه، المناسيب اللي موجودة جوه خط الكونتور حفر ولا رد؟ شك على واحدة منهم. تمام يا باشمهندسين؟ يبقى هما دول الحتتين، دي رد ودي كمان رد. طب الفي فيل اللي بتساوي ايه؟ بتساوي المساحة في متوسط الارتفاع. باشمهندسة هنا بتقول لي دي هسميها المساحة اريا 1 ودي هسميها المساحة اريا 2 ودي هسميها المساحة اريا 3 ودي اريا 4. يلا يا عم قول لي الاريات دي بتتحسب ازاي؟ باشمهندسين هو احنا راسمين تو سكيل ولا مش راسمين تو سكيل؟ راسمين. لو انا راسم لا راسم تو سكيل. لو انا راسم تو سكيل ممكن بدل ما اخليك تعمل الانتربوليشن اللي انت عملتها اصلا قبل كده عشان ترسم اخليك تستفيد منها. ماشي؟ احنا هنقيس الطول ده بالمسطره ليكن ال1 وهنقيس الطول التاني ده بالمسطرة ليكن الاثنين ونقول ان دي اريا 9. تبقى الاريا 9 هتساوي ال 1 في ال 2 على الاثنين. الكلام ده صح؟ لا الكلام ده مش صح. لازم ينضرب في السكيل تربيع لان ال كانت المفروض تتضرب بالسكيل عشان تديني الحقيقه وال 2 كانت تتضرب في السكيل تديني الحقيقه. يبقى في واحد على مقياس الرسم، يعني لو مقياس الرسم واحد إلى 1000 تضرب في 1000 تربيع. الحمد لله جبت الاريا 9. طب يا باشمهندسين مساحة المربع بتساوي قد إيه؟ ده حاجة كلنا عارفينها، الطول في العرض. باشمهندسين احنا كنا بنقول ان الطول 50 والعرض 40، يعني توصل تقول ان مساحه المستطيل 50 في 40، طبعا دي مساحه على الطبيعه ما تضربش في السكيل، الناتج بيطلع بالمتر المربع.
طب تقدر تقول لي ان الاريا 1 هتساوي مساحه المستطيل ناقص الايه 9؟ اه. يبقى كده اول حاجه حضرتك حسبتها هي الاريا 1. شوف مساحه الاريا 1 كانت شكل غريب شويه. في واحد تاني ممكن انه يحسب المساحه بتاعت الشكل ده، المرطون ده زائد الطول ده معايا يا شباب، الطول ده زائد الطول ده على الاثنين في العرض. احسبها زي ما يعجبك. اهم حاجه طلع لي قيمه الاريا 1. الاريا 1 بتكتب كام ارتفاع يا شباب؟ اربع ارتفاعات. يقوم قايل كده حجم الردم، انا هبدا بالردم، بيساوي الاريا 1 على 4 وافتح قوس 0 زائد 0 زائد 1 زائد 3. مفيش اعماق بالنيجاتيف. انا كده جبت الفوليوم الاولاني زائد الاريا 2 بتخدم كام نقطة؟ الاريا 2 بتخدم 3 نقط، يبقى اريا 2 على 3 1 زائد 0 زائد 0. طب الاريا 2 بتيجي ازاي يا باشمهندسين؟ مساحة مثلث قيس الطول بتاعها والعرض على الاثنين. طب انا كده جبت الاريا 1 والاريا 2، هات الاريا 3، هتعرف تجيبها؟ خلي بالك العمليه بسيطه ما بتاخدش وقت. الاريا 3 على 3 على في و في هنا 3 زائد 0 زائد 0. ونفس القصه بالنسبه للاريا 4 على 3 في 0 زائد 0 زائد 3. ماشي يا شباب؟ يا شباب ونكمل يا باشمهندس. الاريا 5، الاريا 5 بتخدم كام ارتفاع؟ اربع ارتفاعات. نعم. ايه؟ اه ثلاثة. باشمهندس قلنا هنحط الاعماق لو الاشاره ثابت تبقى رغم، بس انا هحطها بموجب ثلاثة. ماشي؟ لو حطيتهم كلهم بالسالب مش هيطلع حاجة. هتطلع الناتج الفولي وبالسالب، نسيبه لو طلع بالسالب يبقى فيلم. ماشي؟ اتفقنا؟ نيجي على الاريا 5، الاريا 5 هقسمها على 4 واضربها في 0 زائد 0 زائد 3 زائد 13. والاريا 6 يا باشمهندسين برضه هتتقسم على ال 4 في 0 زائد 0 زائد 3 زائد 13. والاريا 7 نفس القصه يا باشمهندسين، اريا 7 على 3 لانها بتخدم 3 ارتفاعات، ما دمت بحط هنا 3 ارتفاعات بقسم هنا على 3. بس كده يا باشمهندسين، انا كده طلعت البريفنج. معايا يا باشمهندسين؟ في حد عنده اسئله فيه؟ شفتوا العملية سهلة ازاي؟ الفوليوم بيساوي المساحة في متوسط الارتفاعات، ارتفاع 2 3 4 يتقسم على ال 4، أبقى جبت الارتفاع المتوسط أضربه في المساحة، جمع الحاجات دي كده مع بعضها تبقى جبت الفي كات. طب والفي فيل؟ دي الفي فيل الأفضل. طب الفي كات يا باشمهندسين برضك بتتحسب بنفس الطريقة. ابدا بقى اقول ان ده الاريا 9 وده الاريا 10 ودي الاريا 11 ودي الاريا 12 13 14 رقم. طب يا باشمهندس مساحه شكل غريب زي ده اجيبها ازاي؟ اللي هي الاريا 10 دي مش عارف تتجاب ازاي؟ ما انا حاسب اصلا الاريا 2 انا حاسبها وحاسب الاريا 3 ومعايا مساحه المساحه. يبقى مساحة المستطيل ناقص الاريا 2 ناقص الاريا 3 هتديني الاريا 10. طب الاريا 10 بتخدم كام ارتفاع؟ تعالى نعدهم. ادي ارتفاع 2 3 4 5 6 7 ارتفاع. ماشي يا باشمهندس؟ يعني انت هتجيب الاريا 10 وتقسمها على 6 وتجمع لها الارتفاعات اللي هي بتكتبها خلاص، يبقى كده جبت حجم الحفر اللي موجود هنا اهو. ما كانتش مساحه صعبه ولا حاجه الاريا 10 ولا هنا الاريا 11 يا باشمهندسين، ده مستطيل بيطرح منه مثلث والمثلث انا حاسب مساحته. تمام يا باشمهندسين؟ وهنا برضك نفس القصه،
حسبت شبه المنحرف ده بدل ما تحسب شبه المنحرف الثاني مساحه المثلث ناقص شبه المنحرف الاولاني المستطيل ناقص شبه المنحرف الاولاني وهنا برضك يا باشمهندس ابقى كده حسبت حجم الحفر وحسبت حجم الرد اتفقنا ماشي في حاجه ثانيه بقى يا باشمهندسين طلب ثاني في المساله المساله اللي موجوده عندكم في الكتاب الطلب الثلاث طلبات ان كلها يبقى حفر ان كلها يبقى رد ان جزء فيها يبقى حفر وجزء فيها يبقى رد عمق 2 متر او على عمق صفر طب لو انا خليت الاعماق هنا يا باشمهندس كلها صفر معناها ان كل الارض دي هتبقى حفر طب لو كل الارض دي هتبقى حفر هل انا محتاج ان انا اقعد احسب اريات وكلام من ده؟ لا ده كل اريا بتخدم اربع ارتفاعات صح يعني من الاخر احنا هنجيب الاريا بتاعت مستطيل واحد اللي هي 50 في 4 بالفي كات ده لو الارض كلها هساوي لو منسوب التسويه صفر اقل من اقل منسوب عندي هقوم قايل ان الفي كات بتساوي من قانون واحد الاريا بتاعت مستطيل اللي هي 40 في 50 على 4 مساحه على 4 4 ده ثابت اشمعنى 4 عشان كل مساحه بتخدم اربع ارتفاعات طب حلو يا باشمهندس المفروض بقى يا باشمهندسين هناخد الارتفاع ده زائد الارتفاع ده زائد الارتفاع ده زائد الارتفاع ده كلام مظبوط هاجي هنا في المربع الثاني هاخد الارتفاع ده زائد الارتفاع ده زائد الارتفاع ده زائد ده الاقي ان الارتفاع اللي هنا اتكرر مرتين صح